للوقوف على آخر تطورات المشهد في أوكرانيا في ظل استخدام روسيا للمسيرات الإيرانية في قصف المدن الأوكرانية، ينضم إلينا عبر سكايب من إسطنبول الخبير العسكري العقيد أحمد حمادة. مرحبا بك سيادة العقيد. أهلا وسهلا، أسعد الله مساءكم جميعا. أهلا بك سيادة العقيد. حضور المسيرات الإيرانية، إيران تدعم حليفتها روسيا بالمسيرات هنا، هل هذا يعني أن موسكو غيرت من التكتيك العسكري؟ بالطبع، يعني روسيا اليوم خسرت الكثير في قواتها البرية والمدرعات، وكذلك استنفذت عدد كبير من الصواريخ البعيدة المدى كاليبر وغير ذلك من الصواريخ، خسرت كثيرا. لذلك أرادت أن يعني تأخذ أو تشتري عدد كبير من الطائرات المسيرة وخاصة الكاميكازي. اليوم وزارة الخارجية الأوكرانية اتهمت رسميا إيران بأنها تزود وتتآمر على أوكرانيا وتزود روسيا بعدد كبير من هذه المسيرات التي استخدم حتى الآن أكثر من 150 طائرة من نوع كاميكازي إيرانية ضد المباني وضد محطات الكهرباء وضد المواقع الهامة للدولة الأوكرانية. لذلك روسيا التي اليوم تعتبر الدولة الثانية في العالم بدأت تشتري هذه الأسلحة، وهذا يدل على أن القوة العسكرية الروسية لم تكن بالكافية من أجل تحقيق الهدف الأساس لهذه المعركة التي تشنها اليوم على أوكرانيا. كيف يمكن لروسيا أن تحقق إنجازا إذا كانت تستعين بدولة كإيران؟ مثلما هو معروف أن القدرات الروسية العسكرية قدرات تعتبر ربما بحسب وصف محللين عسكريين بأنها تأتي ربما بالمرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية، إلى أي مدى ترى أن ذلك صحيحا أو صحيح؟ يعني روسيا كانت هي عبارة عن دولة من الدول الشمولية التي تعتمد على البروبوغندا الإعلامية، واليوم الحرب ليست هي كما كانت تشن أيام الحرب الباردة أو أيام الاتحاد السوفيتي، ولكن الحرب اليوم هي حرب معلومات وحرب تكنولوجيا، وروسيا تفتقد حتى الآن هذا النوع من الأسلحة الحديثة والمتطورة والتكنولوجيا والمعلومات. يعني من يدخل أو يخوض حرب بدون معلومات بالتالي سيخسر يعني لا مجال، ولكن عندما تعتمد روسيا على دولة كإيران وربما تشتري بعض القذائف والصواريخ من كوريا ومن بعض الدول، هذا يعني بأن روسيا ليست هي بالدولة القوية أو الدولة التي تستطيع أن تشن حرب وتنتصر فيها، وهذه هي التي تشن حرب على أوكرانيا والتي كانت تعتبرها نزهة وتعتبر أوكرانيا بأنها يعني هل يمكن للمسيرات الإيرانية أستاذ أحمد، هل يمكن للمسيرات الإيرانية أن تحدث فارقا في ميزان القوى؟ يعني المسيرات الإيرانية تستطيع أن تساعد الروس في هذه الضربات وتدمير بعض المرافق العامة في أوكرانيا، لأن البديل عن هذه المسيرات هو الطائرات، والطائرات اليوم مع وجود سلاح دفاع جوي موجود لدى الأوكرانيين والتي تم تزويدهم من قبل ألمانيا ومن قبل النرويج، وبعض الدول تريد أن تقدم مساعدات من هذا النوع من الأسلحة الدفاع الجوي التي تحدث ضررا وخوفا لدى الطيارين الروس بشكل كبير. لذلك كانت تستخدم هذا النوع من الأسلحة من أجل معادلة النقص الشديد في هذه القوة أو في القدرات العسكرية. لذلك رأينا روسيا في الفترة الأخيرة وخاصة بعد الهجوم على خاركيف وعلى منطقة الدونباس وكذلك في خيرسون بأنها خسرت الكثير. اليوم المسرح هو أوكراني بامتياز، لأن أوكرانيا اليوم تستطيع أن تشن حرب وتستطيع أن تكسب على الأرض، وهي حررت مواقع هامة رغم أن روسيا حتى الآن تسيطر على مساحات واسعة من الأراضي الأوكرانية. أوكرانيا أحرجت روسيا بشكل كبير، ولكن كيف توصف الأمر عسكريا؟ هل يمكن القول بأن بوتين أراد أن يجر إيران إلى مستنقع أوكرانيا، أم أن إيران هي دفعت بنفسها
مساعدة ومساندة حليفتها فراحت إلى المستنقع بأرجلها؟ يعني اليوم الدول ككوريا وبيلاروسيا وروسيا وإيران ونظام الأسد هم دول منبوذة في هذا العالم، وهي يعني تطبق عليها عقوبات من كل دول العالم وتعتبر داعمة للإرهاب، خاصة الدولتين روسيا وإيران هي متشاركة أو حليفة في سوريا ضد الشعب السوري، والتي هي تساعد نظام بشار الأسد في كل جرائمه، وتقف ضد إرادة الشعب السوري وضد الإرادة الدولية في تطبيق القرارات الدولية، وخاصة قرار 2118 الخاص بالكيماوي السوري، وكذلك القرار 2254. لذلك من يتساعد على الباطل في هذه المنطقة كذلك يتساعدون في مناطق أخرى، لأن روسيا كذلك تساعد إيران في هذه المجالات في المواقف أو في المناطق التي تريدها إيران. لذلك استعانت روسيا الدولة التي تعتبر نفسها عظيمة وأن لديها إمكانيات هائلة جدا، تستعين اليوم في دولة قزمة كإيران التي تصنع طائرات الكاميكاز والطائرات المسيرة لتستعيد فيها عن عدم وجود طائرات F-16 أو طائرات متطورة التي يمتلكها الغرب أو تمتلكها دول الجوار. لذلك اليوم نرى بأن هاتين الدولتين تتساعدان ضد الإرادة الدولية وضد المجتمع الدولي في أوكرانيا، ونرجو من المجتمع الدولي أن يتفاعل بشكل أكبر مع الشعب السوري ضد هاتين الدولتين اللتين تشنان حرب. بعد أن أسقطت الدفاعات الأوكرانية مسيرات ثبت أنها إيرانية، ولكن طهران تنفي أنها قد قامت ببيع مسيرات إلى روسيا، ماذا تصف هذا الأمر؟ هل هي استراتيجية كذب أم استراتيجية خداع أم ماذا؟ يعني إيران وروسيا دائما يستخدمون الأسلحة ويرتكبون الجرائم، وبالتالي يتنصلون من هذه الأنباء. لذلك روسيا يعني اشترت من إيران أكثر من 1000 طائرة من هذه الأنواع، من طائرات شاهد وغير شاهد التي تستخدمها اليوم ضد أوكرانيا. واليوم وزارة الخارجية الأوكرانية أدانت هذا الاستخدام وهذا التعاطي مع المسيرات التي ضربت المباني العامة ودمرت في مناطق في كييف وفي خاركيف وفي مناطق وفي لافيف وفي مناطق أخرى التي استخدمتها روسيا. روسيا وإيران تكذبان على المجتمع الدولي بشكل دائم في مواقع هامة، وليست فقط في أوكرانيا. لذلك إيران تقوم بتزويد روسيا في هذا النوع من المسيرات، قلت لتستعيض فيها روسيا عن الخسائر الفادحة التي دمرت لها. يعني اليوم نتكلم عن 60 إلى 65 ألف مقاتل روسي. اليوم روسيا تستخدم في جبهات عديدة القوات واغنر وبعض العصابات، يعني دولة تعتبر نفسها الدولة الثانية في العالم ولديها جيش قوي، تقوم باستخدام العصابات واغنر وغير واغنر، وتستعين بالمرتزقة من أجل سد الفراغ، رغم أن التعبئة الجزئية التي أعلنتها روسيا كانت فاشلة بامتياز ولم تستطع أن تفي بالغرض أو تعوض النقص الهائل في الأفراد. أما بالنسبة للمعدات والآليات والدبابات، فإن الصواريخ الحديثة والأسلحة الحديثة التي زودت بها أوكرانيا تكفي بالغرض لتدمير هذه الدبابات. أما إذا ذهبنا إلى السبب الأهم والفاعل، هو الروح المعنوية والروح القتالية لدى الطرفين، نرى بأن الروس مهزومون نفسيا، مهزومون بالروح المعنوية. لذلك نرى بأن بوتين يقوم بين الفينة والأخرى بتبديل القادة الميدانيين ويعني تحميلهم المسؤولية، وتارة يقول بأن العالم الغربي أو الناتو يشن حرب ضد روسيا من أجل يعني تبرير الخسائر الفادحة التي تمنى بها روسيا في أوكرانيا. شكرا جزيلا عبر سكايب من اسطنبول الخبير العسكري العقيد أحمد حمادة، شكرا جزيلا لكم.